ده تيشيرت معمول عليه علم فلسطين، وللأسف المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها اللي رفعت فيها العلم كان ممنوع، لكن احنا لابسين التيشيرت وان شاء الله في حالة رفع الكاس التيشيرت ده هيبان امام كاميرات العالم، لان رفع الكاس هيكون ورا الدرجة التانية. فالمكان اللي انا فيه مميز جدا، لان المكان ده هو الوحيد اللي بيبان في الكاميرات في اي دقيقة في المباراة مهما كانت، الا وهي الدرجة التانية. دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، انا حضرت دور الستاشر ودور ربع النهائي اللي لبست فيه تيشيرت الزمالك في مدرجات التالتة شمال ونص النهائي، والنهاردة لأول مرة دوري أبطال أفريقيا من ساعة ماتش الأهلي والزمالك اللي ما كانش فيه أي جماهير، الأهلي لأول مرة هيلعب مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة في النهائي، لأن كل السنين اللي فاتت النهائي كان بيكون برا ملعبنا، وده كان بيخلي الاحتفالات ما تكونش عندنا. إدارة الأهلي عرفت تجيب موافقة بحضور جماهيري كامل، ما عدا بس الحتة اللي جماهير الترجي بيقعدوا فيها عشان ما نعملش معاهم مشاكل مع إنهم حبايبنا، والجمهور التونسي كلهم حبايبي. حتى حضرت مباراة لوكا مودريتش قصاد تونس بتشيرت تونس النهاردة بتذكرة سعرها 3 دولار بس بما يعادل 150 جنيه. النهاردة عندي تحديات كتيرة جدا لازم اعملها. اول حاجة لازم اعملها لازم اخبي التيشيرت الفلسطيني تحت التيشيرت الاهلي. للأسف التيشيرت الاول ما ينفعش لان الياقته مفتوحة، فقررت لازم اجيب تيشيرت تاني. هل هنقدر نعمل التحديات اللي موجودة لينا؟ هل الاهلي هيكسب دوري ابطال افريقيا؟ خلينا نروح يلا. فتوجهت على طول للمباراة، والوصول للاستاد كان اصعب حاجة ممكنة، لقطات كتير ما تصورتش، لكن الدنيا كانت حر جدا، زحمة 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 جدا، كان تحدي كبير جدا، وواضح عليا التعب، والماتش كان فاضل عليه لسه وقت كبير، لكن اخيرا وصل للدرجة التانية ووصلت لحتة مهمة جدا. ده المكان اللي لما الاوتوبيس بيجي فيه، اوتوبيس الاهلي بيجي من هنا، من هنا كده بالظبط، لما يجي ان شاء الله بيقول اللي هنصوره، لانه لحد دلوقتي ما جاش، والنهارده الشمس حر جدا. وبدا التحدي الاول، لازم ندخل من البوابه دي ونعدي للدرجه الثانيه. فضلنا مستنيين كتير جدا عشان تفتح. وبعد عزيمة وصبر كبير جدا اخيرا كده نجحنا في التحدي الاول بتاعنا، ما بالك في التحديات الجاية. لكن خلينا نروح للتحدي اللي بعده، ندور على مطعم في الاستاد. وجريت على طول ادور يمين وشمال مش لاقي حاجة، لحد ما لقيت مطعم بيبيع وجبات كتيرة جدا. الوجبة الاولى برجر، الوجبة التانية بس سعر البرجر كان 20 جنيه، بس اشتريت ازازة مية صغيرة كانت بكام؟ 20 جنيه برضو بما يعادل سعر البرجر. المية دي ب20، السندوتش ده ب20. والله حلو، هنجرب المية بقى. السندوتش ده 8/10 والمية 10/10. فكده رسميا خلصنا تحدي تجربة المطعم. التحدي اللي بعده لازم اقابل 100 مشترك واخليهم يعدوا من 1 لـ100. 1 2 3 4 5 6 7 8 51 62 82 80 89 89 99 100. فاشترك في القناة دلوقتي. فكده رسميا خلصنا التحدي ده وهنخش للي بعده. ميسي ولا كريستيانو ولا محمود كهربا، هتختار مين؟ كهربا طبعا. كهربا اللي هو ميسي طبعا من غير اي حاجة. كهربا ولا ميسي ولا كريستيانو؟ كريستيانو. وش مش كهربا؟ لا احنا اهلاوي بس كريستيانو. اكيد كهربا طبعا. كريستيانو. مش كهربا؟ لا كهربا. ميسي. رونالدو. كريستيانو. كهربا. ميسي ولا كريستيانو ولا كهربا؟ اكيد كهربا يعني. كهربا. لابس كهربا رقم 7. فين الاسم؟ فين الاسم يا باشا؟ رقم 7 كهربا. كريستيانو. كهربا طب مش ميسي. لا ميسي مالوش فيها ولا كريستيانو. التحدي ده ضن، وفاضل 57 دقيقه بس على بدايه المباراه. التحدي اللي بعده وهو اني اتصور مع لعيبه الاهلي. لحسن حظي لعيبه الاهلي وهي داخله عشان تتدرب اختارت المكان اللي انا
واقف قصاده، فعلى طول استغليت الموضوع ده وتصورت مع لعيبة. التحدي اللي بعده ان واحد من الجماهير يهديني هدية. الراجل ده هيديني حاجة هدية، تديني ايه؟ الصفارة دي عليها صفرت فيها كتير. الراجل ده اداني الصفارة. احلى اسمك، اسمك ايه؟ انس. بقى النس اخدها ليها خالص؟ اه. مشترك في القناة؟ لا. نهار ابيض. لكن كويس جدا، التحديات لحد دلوقتي ماشية صح، لكن في تحديات قدام صعبة جدا. التحدي اللي بعده هو اني لازم اصاحب حد من الاستاد. الراجل ده يا جدعان ايه؟ هو اللي عمال يصورني. اسمك ايه؟ محمد السعودي. على التيك توك؟ لا، السعودي. السعودي ايديت. حساب ظاهر فوق اهو. هناك اهو. الراجل ده بقى صاحبي رسميا. حبيبي في التحدي ده برضو خلصناه، لكن التحدي اللي بعده مهم جدا ومش بايدي للاسف، وهو لو انتوا شفتوا مباراه الزمالك في النهائي الكونفدراليه عملوا تيفو عالمي. ومش هنروح بعيد، حتى جماهير الترجي عملوا مش بس تيفو، تيفوهيات في جميع درجات الملعب كلها. ولحد دلوقتي مش باين هل هنعمل تيفو ولا لا، لكننا هنرجع للتحدي ده بعدين. هنروح للتحدي اللي بعده وهو خمس هتافات مشهورة، وبدأنا على طول بالهتاف الأول. اسمه حارب على البطولة روح الأبطال. لعب بالكورة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار وانتهى الأسطورة. كده خلصنا أول هتاف، فضل لنا أربعة بس. ورسميا تشكيلة الأهلي نزلت وهي كالآتي. مصطفى شوبير. شوبير يا ابن اللعب. أنا هلل جامد. رامي ربيع الكابتن، الكابتنو بدل الشناوي. اكرم توفيق في الظهير اليمين. ده فين ده؟ بارسي تاو. بارسي تاو في الجناح اليمين. لاير نمبر 13 مروان، مروان عطيه في خط النص. لاير نمبر 14 حسين. امام عاشور. امام عاشور الزملكاوي. نمبر 24 محمد عادل منعي. ايه قلب دفاع محمد هاني. نمبر 39 وسام. لعيبة الاهلي طلعت من ارضية الميدان بعد ما سخنت عشان تتجهز للمباراة نفسها. والتحدي اللي بعده عزيزي المشاهد وهو ان احنا نشوف المشهور رقم واحد نمبر ون مش نمبر تو. امبارح نزل صور ليه جوه الاستاد وكان عندي شك كبير جدا انه هيكون موجود، فحطيناه كتحدي. هل هنشوف النمبر ون؟ دخل محمد رمضان ونط على طول من فوق المنصة بحركة شبحنة ودخل الاستاد عشان يغني، لكن كان مدينا ظهره. ده ما كانش وقت احتفال، خصوصا التالتة شمال ادوله ظهرهم، ما كانوش عايزين يسمعوه، وعشان ما يسمعوهوش كانوا بيهتفوا ويقولوا بالروح بالدم. وبعد هتافنا لفلسطين كده خلصنا هتافين من خمسة، فاضل ثلاثة بس. وفي نفس الوقت عملنا تحدي محمد رمضان، ورسميا وصل اهم لقب في افريقيا اللي بيتصارع عليه صن داونز ومازيمبي والزمالك والترجي والوداد والرجاء والنجم الساحلي و و و. ده كان وقت الهتاف الثالث، الا وهو التالتة شمال. لكن خلينا نرجع للتحدي اللي احنا سيبناه، الا وهو تحدي التيفو. التحدي هو ان احنا نعمل احسن من الترجي او حتى الزمالك. ورسميا جماهير الاهلي في التالتة شمال بدأت برفع التيفو على شكل النسر اللي موجود على الشعار الاهلي. لكن للأسف هل هو اقوى من تيفو الترجي؟ طبعا لا، طبعا لا، بفرق شاسع جدا. هل هو اقوى من الزمالك؟ للاسف برضو لا. التيفو بتاع الزمالك كان احسن بكتير، فللاسف التحدي ده ما كانش بايدي، لكن احنا نفشل فيه ولازم ما افشلش اكتر من تحديين. لكن اللي انتم مش حاسينه دلوقتي ان رسميا بدا نهائي دوري ابطال افريقيا.
الدقة وما استنيناش كتير، لأن في الدقيقة التالتة كانت الصدمة للترجي والركنية اللي مش هتعجبهم. بعدها الاهلي بهجمة عالمية جدا راحوا لحارس الترجي، كان فاضل بس تكة صغيرة لكنها للأسف ضاعت. ومش بس كده، كان في هجمات كتيرة جدا للاهلي لكن كلها كانت بتضيع، هجمة ورا التانية ورا التالتة. حد ما الشوط التاني انتهى واللعيبة طالعة، فضلت اكلمها وكانوا بيسمعوا كلامي. ابرسي ايش ابرس؟ تقييمه 5/10. لكن التحدي اللي بعده وهو اني اصور 10 حسابات للمتابعين اللي بيتابعوني على الانستجرام جوه الملعب في نهائي افريقيا، فلازم تتابعني في الانستجرام لو عايز تظهر في الفيديو الجاي. تاني واحد هو اسلام، ثالث واحد هو ايهم السيد، رابع واحد هو تيفا الطويل، خامس واحد هو لؤي، سادس واحد بود احمد، وده مصطفى هو السابع، الثامن هو اس اي حاجه كده، التاسع هو حوده، العاشر هو السعودي. بدا الشوط الثاني واللي كان صادمني جدا هو جماهير الترجي. الصراحه عاملين شغل بعددهم الصغير مقارنه بجماهير الاهلي، طول الوقت بيشجعوا. على طول مباشرة جماهير التالتة شمال بترد عليهم وتهز أرضية الملعب. وصلنا للهتاف الرابع وهو العب. وصلنا للدقيقة 72، معناته ايه؟ معناته ان كل اللي في الملعب يشغلوا كشافاتهم ويهتفوا كالاتي. 74 فاكرين مش ناسيين. يمين 74 رسميا نجحنا في التحدي ده، وكل الماتشات هننجح في التحدي ده. لكن الاهلي حرفيا ضيع هجمات كتيره جدا، هجمه ورا الثانيه، لحد ما انا حسيت ان الماتش هيضيع من ايدينا. وجماهير الترجي كان عندها اعتراض واحد بس، ان كان في لمسه يد على ايد امام عاشور. انا الصراحه ما شفتهاش وما كانش عندي اعاده، لكن انا متاكد ان لمسه اليد دي غير متعمده لان في فار. فاكرين مباراه التاسعه نهائي دوري ابطال افريقيا الاعظم على ملعب استاد القاهره؟ قفشه يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 87 من نفس المكان، يتاح لي نفس الفرصة لكنها من ركلة حرة. انا حرفيا كنت متأكد ان الكرة دي هتدخل في الشبكة. لحد ما اكرم توفيق دخل على طول وشال الكرة. اللعيبة بتاع الترجي كان عندهم اعتراض ان في ضربة جزاء، لكن لو احنا رجعناها دلوقتي بالفار مرة واثنين وثلاثة بالتصوير بتاعي هنعرف ان ما كانش فيها اي حاجة والكورة سليمة. فاضل دقايق بسيطة جدا والاهلي يكسب دوري ابطال افريقيا، ولو كسبنا هرفع التيشيرت على طول. والاهم، هل هنكسب كهربا معاه الكورة؟ خلاص الاهلي رسميا بطل افريقيا. بالفعل انت النهائي الافريقي بتتويج النادي الاهلي. الاهلي للمرة 12 بطل افريقيا، فرحة كبيرة تعودوا بها الاهلاوية، مبروك. الاهلي رسميا بطل دوري ابطال افريقيا، ورسميا نرفع التيشيرت الفلسطيني امام انظار العالم. واهم حاجة ان احنا لازم نرفعه لحظة رفع اللقب. رسميا الاهلي يرفع دوري ابطال افريقيا. خلصنا 3 تحديات ورا بعض دلوقتي.
لكن فاضل لنا تحدي واحد بس، لازم لعيبة الاهلي تيجي تحتفل معانا باللقب، تيجي عند الدرجة التانية. جماهير الاهلي في الدرجة التانية مستنية، لعيبة الاهلي ما راحتش الا عند الدرجة التالتة شمال، لكن مفيش غير المدرب واليو ديانج وكم لاعب بس كده كان بيعدوا علينا بالصدفة وبيسلموا علينا. رسميا للأسف فشلنا في التحدي ده، وهختم الفيديو بالدعاء ده، يا رب انصر اخواتنا في فلسطين، قولوا امين امين.